للسلطة. لا بس بتعدي على كمائن عسكرية لقوة احتلال. بنعدي معابر، بنعدي معابر فعلا، بس المعابر دي سواء اي مصري غير مصري بيعديها، الفلسطيني نفسه بيعديها. فاحنا الاتوبيس عادي بيمر، بتطلع الكمائن تبص، حتى لما بيعرفوا ان احنا مصريين ما بيبصش على جواز سفرك انت مين، ما بيبصش على جواز السفر. لا خالص خالص، مجرد لانه مجرد كل هدفه ان ياتي المصريون، تعالوا الى اسرائيل سواء مصري او لانهم يكسبون نقاطا كثيره بذلك. ما اعتقدش ان مجرد زياره المسيحيين للاماكن المقدسه، زياره المصريين او المصريين او المصريين، لانها ما كانتش، لو كانت معدومه نقول الكلام ده، لكن هي ما كانتش معدومه، هي كانت موجوده، هي موجوده بس صار حواليها الاعداد وبشكل واضح، صار حواليها الضجه. لا هي الاعداد هي يعني، انت لو اتفرجت على افلام قديمه للكنيسه القيامه في العيد هتلاقي المسيحيين قد كده. احنا لينا طيب. لينا كنيسه هناك كبيره استاذ وائل، ولينا دي. ما ده يخلينا اسال الاستاذ جورج ربريال، يعني انا حبيت بس ابدا بحد سافر وبعد كده تقول لنا، يعني انت تنظم هذه الرحلات منذ سنوات كثيره وعديده. سنه 92 92 الحقيقه انا من الناس اللي بيعشقوا الارض، الاراضي المقدسه. انت لما تشوف الرهبه والبركه واللي متواجده في هذه الاماكن، متهيألي حاجه خيال. انا ليه احرم ناس في اخر ايامهم او هم نفسهم يشوفوا قبر المسيح او يمشوا على الخطوات اللي المسيح مشي بيها في الاراضي المقدسه؟ انا مش ضد اتجاه الكنيسه، وانا وقفت الرحلات جزئيا وبناشد البابا تواضروس انه يرجع يعيد. وقفتها جزئيا ازاي؟ يعني انا بعد طبعا تعرضت لبعض المضايقات بالنسبه لامن الدوله السنه دي. لا الكلام ده من سنه 2001 وسنه 98 و99. ليه امن الدوله كان بيقول لك بلاش تصفر؟ انا اساسا احكي لك البرنامج بالراحه خالص، البرنامج اللي احنا بنعمله لا يمس بصله ولا اي تعامل مع اليهود. احنا بنتعامل مع فنادق عربيه، بنتعامل مع اوتوبيسات تملكها شركات عربيه، حتى الجايدز اللي معانا او المرشدين بيبقوا عرب. وجودنا في الاراضي المقدسه ده تدعيم لكنيستنا اللي ليها املاك، عدم وجودنا بيجعلها مهمله، لان لما الاقباط بيحجوا للاماكن المقدسه دي بيدعموها ماديا عن طريق تبرعات، عن طريق انا عايز اقول لحضرتك ان لما تيجي تتكلم على الفلسطينيين، ابو مازن نفسه في احدى زياراته للانبا شنوده كان بيترجى انه يخلي الناس اللي قبضت تروح، لان وهو منذ ايام قليله حس العرب على انيات، لكن لان مروحهم برضه بيدعم المشتريات وبيدعم الفنادق اللي في بيت لحم. دي عباره عن ايه؟ ما هي سلطه. اريحه عباره عن ايه؟ طب ما هي تحت السلطه الفلسطينيه. يعني جزء كبير من مقدساتنا، احنا كنيسه القيامه لينا فيها جزء، لازم نبقى مليان، لازم نبقى فرحانين بيه. في يوم زي حد الشعانين النهارده بتلاقي الجمال والرهبه والتراتيل والصلوات الجميله يعني حاجه فعلا تخلي الواحد شعره ده يقف من كتر الجمال بتاعها. طب انا عايز بس المعلومه، انت بتقول من 92 وانت بتصفر. طبعا صفرت. طب خلال التسعينيات لم يكن يعترض امن الدوله، لم تكن تعترض؟ لا، كانت الدنيا ماشيه كويس قوي لغايه سنه 98 لما قمت برحله كبيره. طبعا كانت وقفوها عن طريق مصر وديتها عن طريق قبرص، فقال لك انت يعني كده بقى بتتلاعب على رحله كبيره. ايه واخد عدد ضخم؟ كان 100 وحوالي 120 واحد. انا صدقني عمري ما كنت اعرف ان سنه 98 بيواكب 50 سنه على تاسيس اسرائيل. انا اعرف منين؟ عرفت بعديها بسنه من الملف بتاعي اللي في امن الدوله مثلا يعني. انما الناس في النهايه رايح انما الناس اللي انما الناس 50 سنه انا عمري اعرف غير بعديها بسنه او سنه ونص ان ده كان. الناس اللي بيسافروا حضرتك دول ناس زي والدتي الله يرحمها ووالدي، نفسهم يشوفوا قبر المسيح قبل ما يموتوا، زي ما حضرتك نفسك تحج ونفسك تروح تزور مكة والمدينة. انت ليه تحرمني من ان ازور الاراضي المقدسة؟ ليه ما تخلينيش اشوف قبر المسيح، بشوف فين اتغسل، فين جبل الزيتون، فين اتصلب؟ احنا بنمشي يوم الجمعة في طريق الالام اللي هو مشي فيه، احنا بنروح طبق النصرة المكان اللي هو اتولد فيها، وكنيسة البشارة
اللي الملاك بشر يوسف النجار ان العذراء هتحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. اماكن جميله بتحس بنروح بنشوف المعجزه دي عملها في طبريه في حته اسمها التبغه وحول معجزه الخمس خبزات والسمكتين واشبع جموع. بنشوف جبل التجلي، بنشوف جبل الزيتون، بنشوف الاماكن بتعيش الخطوات اللي هو مشيها في الولايات. طيب انت بتطلع رحلات مباشره مصر اسرائيل على حضرتك ولا في سنوات اضطريت تعمل قنوات؟ انا اكتوبر اللي فات عندي جروب كبير قوي بيطلع من كنيسه في نيويورك للقدس. 2/6 اللي جاي عندي جروب كبير قوي من امريكا حوالي 38 فرد طالعين برضو لزياره القدس. عندي جروب اخر من استراليا. انا شركه سياحه. لا ده انت مهندس تطبيع بقى. مش مهندس تطبيع، تطبيع ايه؟ انا طبعت معهم في ايه؟ انا اتعاملت مع مين في الاخر؟ اسرائيل تسعى دائما انه تحقق التطبيع مع المصريين تحديدا. التطبيع يعني ايه؟ ان الناس تسافر وتيجي. حضرتك التطبيع ده تقول عليه الفنانين رايحين يعملوا مثلا حفلات، تقول عليه الفرق كوره رياضيه، تقول عليه التجاره بينيه، انما الناس رايحه تصلي في مكان بيحلموا انهم يصلوا فيه وبيحلموا انهم يشوفوه. اين هذا التطبيع؟ يعني لما البابا شنودة نفسه يستخدم تعبير المسيحيون لن يكونوا خونة العرب، يعني ده تعبير ما يزعجكش ما يخوفكش. انا بعشق البابا شنودة وانا مش ضد الكلام اللي قاله البابا شنودة، وانا توقفت لعدة سنوات حاليا عن رحلات القدس من مصر لهذا السبب، انما انا بناشد الانبا تواضروس انه ينظر. يعني انت تخيل السنه دي راح كم واحد؟ كام؟ ما لا يزيد عن 3-4000 شخص. ايه التطبيع اللي 3-4000 شخص هيروح يقعدوا اسبوع هيعملوا؟ لا يعني عدد كبير. لا ومش كده، فوق ال 50 سنه. يعني السنه اللي فاتت راح عدد كبير. بس السن اللي فاتت راح عدد كبير اللي بيطلعوا. السن اللي فاتت راح عدد كبير. الواحد ما بيدوش السنه اللي فاتت راح حوالي 10000. بس بيحصل الاعياد لما ليه قل السنه دي في اعتقادك؟ قل السنه دي للظروف السياسيه والظروف الاقتصاديه والدنيا برضو الناس. يعني انت بتطلع بري ولا كله طيران؟ انا بقى في الاعداد اللي هي راحت السنه دي منها حوالي 1000 طيران والباقي كله طلع بري. بري باوتوبيس بيطلع على سينا ومن سينا ومن منفذ طابا بيعدوا بيبقوا في والامن السنه دي قال لك يمكن انك تطلع من سينا عادي. بيطلعوا من ده مش شمال سينا. بيطلعوا من جنوب سينا، بيطلعوا من منفذ طابا البري او بالطيران عن طريق اير سينا. كل علاقه المقدسين اللي بيروحوا دول انهم بينزلوا مطار تل ابيب بتاخدهم الباصات توديهم القدس. بتتكلف كام الرحله؟ انا مش بتاع ضرايب بس انا يعني بوصل المعلومات للمشاهد. مش بفتح، ما ببلغش فيك مصلحه مع الغلو بتاع الاسعار والغلو بتاع الفنادق والغلو بتاع الكلام ده كله. بتتراوح في حدود 15000 جنيه مثلا. 15000 جنيه لمده كام يوم؟ الاسبوع اللي هو احنا بنسميه اسبوع الالام. اسبوع في الحدود دي على حسب درجه الفندق، اذا كان هيبقى 4 نجوم او 5 نجوم يزيد شويه قوي. طيب استاذ نبيل، البري بيقل شويه عشان بيروحوا بالباص. ايه السنوات اللي الامن رفض فيها بشده واضطريت انك تسفر من خلال دول وسيطه؟ هي قبرص او الاردن. سنه 98 دي اللي هي كانت بالنسبه لي ضربه قاسمه، يعني لانهم شدوا ودني جامد الحقيقه. 50 سنه على اسرائيل فتبدو وكانك تحتفل. انا عمري كنت اعرف غير بعديها بسنه او سنتين من امن الدوله. اعرف منين وديت الرحله عن طريق قبرص ولا قبرص؟ راحت عن طريق قبرص ورجعوا الناس دايركت من القدس على مصر على اير سينا. ناس طيبين قوي. جايين منين؟ جايين من القدس. مين اللي وداكوا جورج؟ طب تعالى بقى مهندس التطبيع. تعالى نشوفك. استاذ نبيل، قبل ما اسال بقى الاستاذ حنان هنا، ليه انت ضد سفر المسيحيين الى القدس؟ طيب خليني اقول لك ان الحلقه دي وحضرتك تحديدا حوار مجتمع حول الموضوع ده مهم جدا. ليس تأييدا او معارضة، لكن حوار مجتمع حوله انت بتوضح الصورة الحقيقية للمشاهد بتاعك او جموع المشاهدين، خاصة ان برنامج عليه نسبة مشاهدة. الله يخليك. دي حقيقة، دي مش مجاملة. انا ضد الاسباب، هقول اسبابي لضد، لكن انا مشفق على الجانب الاخر، له كل الحقوق اللي قالوها. يعني اللي سمعته من الاستاذه ناديه والاستاذ جورج
انا كمصري قبطي مسيحي متعاطف معه، لكن على البعد القومي يجب ان نتنازل ونرجع خطوتين. على البعد استراتيجية امنية لمصر نرجع خطوتين ورا. احنا بقالنا كتير ما رحناش القدس. اللي نسي يقوله الاستاذ جورج، بس انا ضد كلمه مهندس التطبيع ان ممكن تتاكد عليه،